أنا دائما تنقول هذه السنة هي مؤكدة، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الأولى أن المواطنين أو المسلمين يتعاونون فيما بينهم، إذا كانت غالية خلوها لهم، أرخصوه بتركه. تانا كل الحمد ديما، ودائما أفعالنا وأعمال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، نحن نتعبد بالكلمة وبالفعل وبالأكل وبالشرب. فلهذا إذا كان هذا هو المقصد ديالنا، حنا راه تنتعبدوا الله حتى في عدم وإحراج المواطن بغلاء أسعارها. ما نمشوش الربا، ناخذوا القرض، ما نبيعوش حوايجنا. هذه الأمور هو كلها ينبغي أن نبتعد عنها، ينبغي أن نتمسك بالتيسير. اللي قد يشري يعاون خوه، اللي قد يعاون خوه، اللي قد المحسنين يفتحوا البيبان مرحبا. إذا كان غالي الغلاء الفاحش نبعدوا منه، لأن إذا كان العيد راه جا الصيف وجا الدخول المدرسي وجا أمور أخرى، والأسعار لا زالت والمحروقات مرتفعة هي التي في الأصل، لأن 365 يوم باقي فيها غلاء الأسعار خاصها تطيح، مش نهار العيد وبالنسبة ديال الخروف. شكرا للخرجة ديال الناطق الرسمي. وفعلا الناطق الرسمي بيتاس في كثير من المواضيع ومن الصراحات ديالو كان إما غلط ولا تكذب، لدرجة أنه مابقاش يثق في المواطن. من اللحم هو غالي وتيقول لهم هو شراه بثمن طيح. ارخص في الدار دائما تيتكلم كانه يتحدث مع نفسه في مجتمع غير مجتمع. غلاء الاسعار راه باين وواضح، لا حدود له. البرامج اللي دارتها كلها كانت فاشله، وعلى راسها رئيس الحكومه اللي كان هو المسؤول على المخطط الاخضر في اربع ولايات، ولايه ديال عباس الفاسي وبن كيران وسعد الدين العثماني، ودابا المخطط ابان على فشله. فعلا كاين الجفاف، فعلا كاين كورونا، فعلا كانت كورونا، فعلا كان الحرب ديال الاوكرانيه الروسيه، ولكن لا بد ينبغي ان تكون الرؤيه المستقبليه. نعطيك بعض الامثله. حسن الثاني رحمه الله عليه من كانت عنده رؤيه مستقبليه لبناء السدود هما كانوا نافعين. الملك حفظه الله في مجلسه السابق كان تيتكلم على الماء وكيفاش نعالجوه، حاليا تيقول لك لا لابد ندير واحد الدعم للفلاحين في المستقبل. هذه خطط مستقبليه ننوه بها، ولكن دار سيدنا عطى واحد 10 10 ملايير. فما من تجي الحكومه تتقول لك احق الابقار ما كايناش، راه غادي نديروا للفلاحه الدعم باستيراده. غالبا رجال الاعمال اللي عندهم المال وتيمارسوا السياسه هما اللي مشاو جابوهم من البرازيل واسبانيا. علاش؟ لان كان الاعفاء الضريبي، الاعفاء الجمركي. حاليا حتى الاغنام من تفكروا فيها تقول لك راه كاين واحد رؤوس اغنام كافيه، هذيك العدد اللي فيها كاين اللي باقي صغير ما صالحش. كاين اللي باقي عنده 3 شهور ولا 6 شهور ما صالحش الاضحيه ومدخلينه في العدد. ماشي عيب انك تستورد وتعطي الدعم لهذا اللي غادي يستورد. الشناق اللي غادي يستورد الفلاح فين هو؟ الفلاح من انت تعطي الاعفاءات اللي يجيبوا الفلاح حنا يتضرر. احنا ينبغي ان يكون الامر في اطار حل هذه المعضله هذه بتوازن داخل المغرب. كانت واحد جوج ديال الامثله نعطيها لك، هو ان من ايام كورونا كانت الحكومه تعطي الدعم بشكل مباشر للمواطن. دابا حاليا الحكومه تتقول لك اللي بغى يشري السكن الاقتصادي تعطيه الدعم المباشر ليه المستفيد. فلهذا ينبغي على الحكومة أن تعطي الدعم المستفيد للمواطن بشكل مباشر. تقول اللي ما خدامش، اللي عنده 3000 درهم عنده السميك، نصيفطوا ليه الدعم ديال 1000 درهم 1500 درهم. علاش غادي دير ليه وصية تتخلي الشناق يربح أكثر من الفلاح؟ تتخلي دائما المواطن أنه مستهدف وغادي يشري الحولي غالي. ما كاينش رخا، غادي يجيبوا ب 1200 درهم، واش غادي يبيعوا ب 2000 درهم؟ يبيعوا ب 3000 درهم؟ دائما تسمع بانه غالي. في حين انا تنقول انايا تجربتنا حنا في المملكه السعوديه ايام الحج تناخذوا ب 1000 درهم 1200 درهم حتى 1500 درهم، تيجيبوه من تشاد ومن الصومال ورخيص. علاش ما يجيبوش هذاك الحوالي هذا؟ علاش حنا عندنا حوالي وصل دابا 5000 6000 7000 حتى 9000 درهم؟ فعلا بان المواطن ينبغي ان مليون و 40000. لا، اذا كان بحال هذا الشكل حنا تنقولوا حيت هنا دابا كاينه الرؤيه الاقتصاديه والرؤيه السياسيه ثم الرؤيه الشرعيه. فعلا ان الاضحيه العيد هي سنه مؤكده
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وهي السنة بالإجماع. ولكن إذا كان غالي الأولى نخفف على المواطن، إما بدعمه إما بفتح صناديق الدعم من 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 الحكومة ومن المحسنين. بل أن هذه المؤسسات بعض أحيانا المؤسسات الأبناك التشاركية عندها هذه الإسهامات أنها تدعمها الدولة وتجيب واحد مليون راس وتبيعوا باش جابته. النقل ممكن يكون فيه الإعفاء، ممكن الجمارك والضريبة شراتو ب 1500 درهم تبيعوا المواطن ب 2000 درهم. ولكن ما كايناش هذه الرؤية، ما كاينش هذه الرؤية تعاونية تضامنية. كاين شي ب 30 درهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كاين في حديثين في واقعتين بمناسبة عيد الأضحى. كان في واحد العهد كانت كان 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 جاو بعض الناس اللي هما في حالة الفقر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى اللي ضحى ما يفوتش في الأضحية ثلاث أيام، أيام التشريق، علاش؟ باش يتصدق به أكثر. من بعد سنة ثانية قال لهم كلوا وادخروا، علاش؟ لأن كانت في ساعة من أمرها. فكان هنايا خصنا ناخذوا الموازين، نديروا القياسات الاجتهادية المنضبطة، أن نقلبوا على الدعم، نقلبوا على السند، نقلبوا على الإحسان، ولكن فوق الدولة خصها تقوم هذه الأمور هذا وتعطي الفلاح قيمته، تعاونوا الفلاح الصغير. اما الفلاح الكبير راه داخل منشار جائحه داخل في هذه وفي هذه. ولكن شكون اللي تيخرج على 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 هما الشناقه اللي عندهم الفلوس محطوطه؟ الحكومه هي راس ماليه، لا بد ان تبحث على 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 على, على, على الربح، لان الحكومه هي تكنوقراط. من تكون هي سياسيه، السياسيين دائما تيكونوا اجتماعيين، يبحثون على الحلول التضامنيه. هادو تيقلبوا على قضيه الربح. ما دام انك بغيتي تستوردو غادي نخفف عليك الاعباء ديال 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 الاعفاء الضريبي ولا الجمركي، ولكن بيعوا هنايا، شكون غادي يراقبوا؟ صعيب باش تراقبوا، حنايا ما كاينش مراقبه الاسعار بشكل كبير. اللهم الى حدد المغرب كله يولي يتباع بالكيلو، 50 درهم الكيلو. الدوله قررت هذا العام اي حول يتباع ب 40 درهم الكيلو، هذيك الساعه تحس راه كاينه امور. اللي غادي يجي عندك يقول لك شحال الحوري، يقول لك بالقطقط، تقول لي لا بالعبار. الدولة مخصصة الثمن. الثمن. كبير صغير كيما هذا من باب الامور. اما يجي رئيس يجي الناطق الرسمي يتكلم هكا بشكل تطمئن، شحال من طمأنة، طمأنة بان مطيشة يرخصوا خلاو غالية. هاي عاوتاني رجعت غالية. فلهذا حتى راه جمعيات فلاحية اشتكوا لوزير الفلاحة سابقا بانهم تجمعوا الخضار باش تباع في السوق، هزوها ومشروها رخيصة وباعوها برا، لأنها مطلوبة برا. هذا هو اللي كاين. سي ودي آخر كلمة اللي تبغي تقول. أنا دائما تنقول هذه السنة هي مؤكدة، لن ينال الله لحومها ولا دمها ولكن يناله التقوى منكم. الأولى أن المواطنين أو المسلمين يتعاونوا فيما بينهم، إذا كانت غالية خلوها لهم. سليم. أرخصوه بتركه. تانا كل الحمد ديما، ودائما افعالنا واعمالنا قل لنا صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، نحن نتعبد بالكلمه وبالفعل وبالاكل وبالشرب. فلهذا اذا كان هذا هو المقصد ديالنا، احنا راه تنتعبدوا الله حتى في عدم واحراج المواطن بغلاء اسعارها. ما نمشوش الربا، ناخذوا القرض، ما نبيعوش حوايجنا. هذه الامور كلها ينبغي ان نبتعد عنها، ينبغي أن نتمسك بالتيسير. اللي قد يشري يعاون خوه، اللي قد يعاون خوه، اللي قد محسن يفتحوا البيبان مرحبا. إذا كان غالي الغلاء الفاحش نبعدوا منه، لأن إذا كان العيد راه جا الصيف وجاي الدخول المدرسي وجاي أمور أخرى والأسعار لا زالت والمحروقات مرتفعة هي التي في الأصل، لأن 365 يوم باقي فيها غلاء الأسعار خاصها تطيح، مشان نهار العيد وبالنسبة ديال الخروف. شكرا.